تلعب أبيلي رمية جانبية للمنتخب الفرنسي، وهنا تغيير للمنتخب البرازيلي. خروج للاعبة أندريسا، أصيبت في لقطة كانت سابقة هذه اللاعبة، وفي اشتراك كان موجود بينها وبين لاعبة المنتخب الفرنسي اللاعبة لوسيا، وأندريسا تترك أرضية الملعب، ودانيلي هي من تدخل. دانيلي هي من تدخل في هذه اللحظات، اللاعبة البرازيلية انطلاقة في هذه الكرة.